انتقال لموضوعنا وضيفنا التالي لليوم. رح نتحدث عن يعني بمناسبة مئوية الدولة عن نشاطات وزارة الثقافة. طبعا إبراهيم، طبعا ضيفنا الكريم هزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة صار موجود معنا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا، وإن شاء الله تكون صباحية مباركة بالحديث عن مئوية الدولة الأردنية. نعم. إن شاء الله. يعني سيد هزاع، إحنا بنعرف مع بداية العام كان في نشاطات لوزارة الثقافة التي تتعلق بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، دائما متواجدون، دائما عندكم نشاطات جميلة جدا ومسابقات تحفيزية تتعلق بالمناسبات بشكل عام. نتحدث بداية عن نشاطات وزارة الثقافة بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية. طبعا وزارة الثقافة يعني منذ العام الماضي هي بدأت بالتخطيط لبناء خطة شاملة للدولة الأردنية للاحتفال بالمئوية، وقامت الوزارة بإعداد المسودة الأولى وبالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني والأهلي تم تطوير خطة وطنية شاملة اشترك فيها الجميع. هذه الخطة أقرت من اللجنة العليا للاحتفالات المئوية برئاسة دولة رئيس الوزراء، وبالتالي أصبحت هذه الخطة معنية فيها كل مؤسسات الدولة الأردنية سواء الرسمية أو الخاصة أو حتى الأهلية، وبالتالي هذه الخطة تمتد على امتداد العام، وإن كن بدأنا من نهاية العام الماضي. أول فعالية كانت في 21/11 العام الماضي، كانت بمناسبة مرور 100 عام على وصول الأمير المؤسس إلى معان، وبالتالي في هذه الفعالية تم إطلاق شعار المئوية اللي أنتم بتشوفوه بزين عمان والمدن الأردنية والقرى الأردنية. هذا الشعار أيضا قامت وزارة الثقافة بتصميمه من خلال مسابقة طرحت على الفنانين الشباب والمحترفين، ومن حسن الحظ أيضا أن طالبة في الجامعة جامعة التطبيقية هي التي فازت بتصميم هذا الشعار. هذا يعني يؤشر أن الشباب حاضر وفاعل ومبادر باتجاه صح. مئوية الدولة، لأنه إحنا نحتفل بالمئوية الدولة لنستعد إلى دخول المئوية الثانية بكل تفاؤل وبكل اقتدار إن شاء الله. وبالتالي فعاليات وزارة الثقافة هي جزء من الخطة الوطنية التي أنيط بوزارة الثقافة. نعم. أن تتابعها وتنفذها مع الوزارات والجهات المختلفة ابتداء من رئاسة الوزراء والديوان الملكي إلى باقي المؤسسات. نعم. سيد هزاع، خلينا نحكي أكثر عن المسابقات اللي تم إعلان عنها مؤخرا للمئوية. حقيقة احنا في وزارة الثقافة اردنا ان يكون مشاركة الفنان الاردني والكاتب والمبدع حاضرة في مئوية الدولة الاردنية، وهي ايضا مناسبة للكشف عن المواهب الجديدة وتقديمها، وايضا مناسبة لتطوير الكتابة في مجال الافلام، في مجال المسرح، وحتى في الاغنية الاردنية. احنا تعرف الاغنية الاردنية وخاصة الاغنية الوطنية لها حضور خاص لنا وفي وجداننا ولها مكانة خاصة حتى في افراحنا و في كل مناسباتنا الخيرة. أيضا مناسبة أن نذهب بالأغنية إلى أيضا مزيد من التطوير خطوة إلى الأمام بناء على ما بني من تاريخ طويل لهذا الفن. لذلك أطلقت وزارة الثقافة سلسلة من المسابقات. أول مسابقة في كتابة النص المسرحي، وكتابة النص المسرحي أيضا مقسومة إلى قسمين، يعني كتاب الشباب من 18 إلى 35 عام والكتاب ما بعد 35 عام، وأيضا مقسومة إلى قسمين، نصوص مقسمة موجهة للأطفال ونصوص موجهة للكبار. طبعا هذه المسابقة خاصة بالأردنيين تحت تشجيع الكتاب الأردنيين، ما في شروط فنية، بمعنى يمكن يكون كاتب لأول مرة يكتب، يعني مش شرط يكون ناشر كتب أو ناشر مسرحيات، إلى فرصة يعني. ففرصة أن نكشف عن المواهب. التقديم سهل جدا من خلال رابط على موقع وزارة الثقافة، وسيتم إطلاق منصة خاصة للمسابقات في هذا المجال. المهم أن تكون النصوص جديدة غير منشورة سواء على السوشيال ميديا أو ككتاب أو غير منفذة بشكل عام ومكتوبة بلغة سليمة، يعني هذه أبرز المحاور. لكن ما يشمل جميع المسابقات أن الموضوعة هي الموضوع الأردني وبمناسبة المئوية، ولا نقول أن الموضوع الأردني فقط أن نتحدث عن التاريخ أو عن السياسة، لا، احنا نتحدث عن كل الموضوع الأردني، عن الإنسان الأردني الذي استطاع أن يخلق هذه التحولات الكبيرة في زمن صعب، أن يساهم في بناء دولة من أحدث الدول الآن في المنطقة وفي العالم رغم قلة الإمكانات والموارد. وبالتالي من حق هذا الإنسان ومن حق هذه التفاصيل
وإحنا سميناها الأردن قصتنا الكبيرة. فعلا الأردن هذا البلد الصغير لكن قصته كبيرة ويعني عميقة في التاريخ وفي الإنجاز. أكيد. وبالتالي هذا يجب أن يظهر في المنتج الثقافي في المنتج المسرحي والفني. المسابقة الثانية واللي طبعا كلها المسابقات تحت هذه الثيمة مسابقة كتابة الفيلم النص أو سيناريو الفيلم، وأيضا مقسومة إلى قسمين، الفيلم الروائي القصير بحدود 20 دقيقة والفيلم التوثيقي الدوكيومنتري. وطبعا الهدف أنه هذه النصوص تساهم في توثيق للدولة الأردنية، لمنجزات الدولة الأردنية، لتقديم الحالة الاجتماعية والثقافية والتغيرات التي تحدث على المجتمع الأردني وقصة الإنسان الأردني بأفلام روائية ممكن نشارك فيها بأفلام محلية ومهرجانات محلية ومهرجانات عالمية، وأيضا يسهم أنه يحرك الراكد في موضوع إنتاج الدراما في الأردن، خاصة أنه في كورونا أثرت في هذا فرصة للشباب كلها بالزبط. وإحنا بنعرف قد إيه عندنا مواهب وعندنا طاقات كبيرة عند الشباب وعم نشوفها، وهذه فرصة يعني وزارة الثقافة دائما ما بتعطي هذه الفرصة لكل الشباب من خلال هذه المسابقات اللي بتكون منصة لهم لحتى يوصلوا رسالتهم فكرتهم. أيضا أنا بدي أضيف أنه عندنا مسابقة الأغنية ومقسومة أيضا إلى قسمين، القصيدة الفصيحة وهي طبعا موجه كله لوطني، أغاني وطنية. فعندنا مسابقة للقصيدة المغنى أيضا نفس الثيمة، وعندنا كلمات الأغاني، يعني لا نشترط القصيدة، في عندنا القصيدة وفي كلمات الأغاني طبعا، ولا نشترط اللغة الفصحى، مسموح باللغة الفصحى ومسموح باللهجة الأردنية، احنا لهجتنا محببة وجميلة جدا سواء اللهجة الشعبية أو اللهجة البدوية النباطية. فأيضا كمان في مجال الأغنية نحن ندعو كل الكتاب في مجال المسرح، في مجال الفيلم الدراما، في مجال الأغنية والشعر، انهم في شروط يبادروا معينة، في شروط معينة شروط بسيطة جدا يشاركوا بالمسابقة. أولا أن يكون عمره فوق 18 عام، أن يكون أردني، وأن تكون هذه الأعمال أصيلة، بمعنى أنه هو مش ماخذها من مقتبسها من كتابة أخرى أو من ترجمة، أن تكون تأليفه بشكل الخاص كامل. فيه وأنها تكون غير منشورة ولأول مرة تقدم. طبعا في جوائز في المسرح، المسرح والفيلم والأغنية وكلمات الأغنية بالضبط والقصيدة في كمان مسابقات. الآن هذا عن جوائز، في جوائز راح أتهم. طبعا هذه في جوائز مالية يعني حتى السادة المشاهدين يعني يتابعونا. الجوائز المالية تبدأ الجائزة الأولى ب2000 دينار لكل فاز، 1000 دينار، 1500 و750، يعني عندنا أربع جوائز في كل حقل، أربع جوائز طبعا بالإضافة إلى التكريم المعنوي، بالإضافة أن الأعمال التي تفوز تنتج إذا كانت أغنية تنتج كأغنية، إذا كانت مسرحية تنتج كمسرحية، يعني في أيضا في دعم خطوة من الوزارة ثانية، وبعض الأعمال ممكن تصدر في كتاب. طبعا في أيضا مسابقة للبحوث التاريخي، تاريخ الأردني، هذه أيضا ستطرح خلال أيام. وعندنا مسابقة أيضا حتى يشارك معنا العرب والباحثين العرب يكونوا موجودين معنا، في مسابقة راح تطرح للباحثين العرب عن يعني مرتكزات السياسة الأردنية وقيم الدولة الأردنية، نتيح للباحثين العرب أن يكتبوا فيها وبالتالي يدخلوا في مسابقة أيضا فيها جوائز مالية جيدة، وهذه البحوث تنشر أيضا في كتاب، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام ستخصص أيضا في إطار المئوية. جميل جميل. من عالم يعني المسابقات اللي إحنا عم نشوفه وبكافة الألوان وبكافة الأطياف، إحنا عم نشوف بعد هذا المسابقات، إحنا السنة الماضية كان في مسابقات حتى خلال فترة كورونا أطلقتها وزارة الثقافة، وكنا نعمل مقابلات مع الفائزين عبر سكايب يتحدثوا عن المواهب اللي أطلقوها، كان التلفزيون شريك معنا في هذه المسابقة. صحيح، وإحنا جدا سعيدين بالإعلان عن هذه المسابقات التي تتعلق بالمئوية عبر يوم جديد. الآن رح نتحدث عن فكرة جميلة جدا تم تنفيذها، وهي رزنامة تم إطلاقها من قبل وزارة الثقافة تتعلق بتأسيس المئوية، وأيضا رح نستعرض صور عن هذه الرزنامة الجميلة جدا. حدثني أكثر. هلا احنا بالإضافة إلى شغلنا السابق والخطة الطموحة التي ستنفذ خلال العام من خلال كل القطاعات المختلفة، قمنا على إنجاز رزنامة خاصة، أردنا أن تكون رزنامة مختلفة، بمعنى أن يكون فيها جانب معرفي، معلومات، توثيق لأحداث الأردنية،
وأيضا أن يكون الفنان الأردني الرسام الفنان التشكيلي شريك معنا في هذه، كما تلاحظون على الصور يعني هذه معظمها لوحات لفنانين أردنيين. إحنا ننشر إنتاج الفنان الأردني، وأيضا هو يساهم معنا بالاحتفال بمئوية الدولة وإظهار جماليات المكان الأردني كما تلاحظون. الأردن بلد جميل ومتنوع في معماره في بيئته في طبيعته. نوضح فقط الرزنامة هي بتتكون من صورة على الجهة اليمين إذا بتلاحظ رصد لكل أهم الأحداث في كل شهر خلال 100 عام، مثلا شهر واحد خلال 100 عام أبرز الأحداث مكتوبة حتى اليوم، شهر 2 أبرز الأحداث خلال 100 عام حتى اليوم، وهكذا. يعني أنت عندما تنظر إلى الرزنامة هناك طابع جمالي اللي هي اللوحة اللي موجودة اللي تبرز الأردن، وهنالك معلومات تستطيع أن تأخذها، معلومات موثقة ومدروسة، وبالتالي هي أكثر من خدمة، هي يعني حتى أن تستطيع أن تحتفظ فيها لما بعد الاحتفالية لأنها ترجع لها بالضبط. وبتذكرك بمعلومات يمكن تكون إحنا غايبة عن بالك أو مش منتبه لها، ويمكن تكون هذه المعلومة تدفعك أنك تفتح على النت أو كتاب وتستزيد حولها. نعم كتير حلو. طبعا نفس الفكرة هاي تقريبا طبقناها أيضا برزنامة مكتبية اللي يمكن تكون حجم أصغر تنحط على المكتب، وصار في إقبال وطلب كبير على هذه الرزنامة. أكيد جميلة جدا. تزينت كمان بلوحات الفنانين الأردنيين، يعني عم بنشوف طبعا إحنا الصور كل رسمة أحلى من الثانية، فكرة كتير حلوة مش شوي. الحمد لله، يعني إحنا أردنا أن تكون الاحتفالية الكل يشارك فيها، من فنانين تشكيليين، من فنانين دراميين، من مطربين، من موسيقيين. أيضا سيلمس الناس إن شاء الله بالصيف أنه كل الناس إن شاء الله، الناس بالشارع معنا راح يشاركوا بالاحتفالية، لأنه هذه دولتنا كلنا وهذه بلدنا. صحيح. وإحنا بالظروف الصعبة دائما ننظر بتفاؤل لمستقبل الأردن، وإن شاء الله رايحين إلى الأمام بمزيد من بإذن الله. بإذن الله. يعني تحدث عن منصة لازم ننوه عنها، المنصة اللي تم إطلاقها لجمع المقتنيات المتعلقة بتأسيس الأردن، نحكي عن الموضوع. صحيح. هسه من ضمن محاور الخطة الوطنية اللي هو التوثيق لأكثر من 205 مؤسسات أردنية. طبعا. التوثيق مهم جدا في حفظ التاريخ والمنجز الأردني، ويمكن كثير مؤسسات غاب عنها خلال سنوات أنها ما وثقت منجزاتها ووثقت ما قامت فيه وما جرى من أحداث في هذه المؤسسة، وهذا جزء من تاريخ البلد يجب أن يحافظ عليه. لذلك هناك عندنا خطة طموحة واللجان بدأت تشتغل على التوثيق. من ضمن هذا المشروع سيتم خلال أيام إطلاق منصة خاصة اسمها وثق. هذه المنصة بتتيح للمواطن وهو في بيته أنه يساهم في التوثيق وحفظ تاريخ الأردن، لأنه اكتشفنا من خلال خبرتنا وعملنا مع المكتبة الوطنية اللي هي ذراع لوزارة الثقافة أنه كثير من الوثائق موجودة في البيوت عند الأهالي. صح. ومش مدركين أهميتها، مش مدركين قيمتها العلمية وقيمتها التاريخية. يعني أذكر مثال أنه وثيقة أم قيس اللي تعتبر من أهم الوثائق في تاريخ ساهم في التأسيس للدولة الأردنية، وجدت في بقالة في الكرك. نعم. يعني محطوطة ورقة ومسجل على ظهرها بعض الحسابات الخاصة وما كان يعرف ما هي وشو أهميتها إلا بالصدفة. وبالتالي هذه المنصة مش مضطر أنه هذا الشخص يروح على عمان أو يجي على المكتبة ويقدم الوثيقة، هو يدخل مباشرة على الموقع من الموبايله أو من اللابتوب أو الجهاز ويصور الوثيقة وينزلها مباشرة، وإذا عنده معلومات يكتب عنها في لجنة راح تدرس هذه الوثيقة وتصنفها مدى أهميتها وشو الفائدة منها مدى حقيقتها، وممكن تتاح بهذا الشكل أو بهذا الشكل وتتاح للباحثين للدراسة والكتابة عنها. هذه يعني راح نكون شركاء كلنا، هذه دعوة لكل الناس اللي موجودين، اللي عنده جواز سفر قديم جدا، اللي عنده يمكن في المدارس في كثير وثائق، في البلديات في كثير وثائق، يمكن مختار يكون بالزمانات جامع وثائق. صحيح. علاقة بالحياة الاجتماعية للناس، هذا مهم جدا أن نساهم. نعم. في توثيقه. نعم. يعني سعيدين جدا بهذا اللقاء وبالنشاطات والفعاليات اللي تقوم دائما بها وزارة الثقافة، وأنت يعني كنت معنا أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، نشكرك على وجودك. نتمنى دائما هذه الطاقة يعني اللي موجودة دائما عند طلابنا وعند شبابنا وعند أبناء هذا الوطن تكون موجودة، ومواهب من خلال وزارة الثقافة بتوصل دائما محليا عربيا وعالميا بإذن الله. لا احنا متفائلين بالشباب إن شاء الله وإلى الأمام دائما. نعم. إن شاء الله. كل الشكر لك.